ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر وفيديو جديد. فيديو النهارده صاحبي هنتكلم فيه عن الكاميرات. طبعا الكاميرات في منها انواع كتيره جدا، بس انا جايب لك النهارده يعتبر ارخص كاميرتين وافضل كاميرتين للمبتدئين، والكاميرات دي طبعا سعرها كويس جدا وتناسب الجميع. بس قبل ما نخش في الفيديو يا صاحبي، ما تنساش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديده توصلكم اول باول. ما تنسوش طبعا تشيروا الفيديو، ولو حابين تتواصلوا معايا لينكات التواصل الاجتماعي بتاعتي في صندوق الوصف. واتمنى يا شباب ان انتوا تنزلوا وتعملوا له فولو على التيك توك، وطبعا هسيب لكم لينك التيك توك بتاعي في صندوق الوصف. ولو بتشوف الفيديو ده من على التيك توك يا صاحبي، فما تنساش لايك وطبعا فولو للصفحه، وتكتب لي كومنت تقول لي رايك في الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديوهات يا شباب. اول حاجه يا شباب، الكاميرات اللي معانا النهارده هما كاميرتين، هنعمل بينهم مقارنه ونشوف انهي الافضل. طبعا الكاميرتين اللي معانا النهارده فيهم كاميرا موجهه لفئه الناس او المصورين الفوتوغرافيين، وطبعا فيهم كاميرا موجهه لليوتيوبرز او الفلوجرز. تعالوا نشوف بقى الكاميرات اللي معانا. اول كاميرا طبعا والاتنين من شركه واحده، وهي شركه كانون. اول كاميرا كانون 4000 دي، والكاميرا الثانيه هي كانون 2000 دي. هنتكلم عنهم بالتفاصيل، بس قبل ما نتكلم ونعرف التفاصيل في معلومه لازم اقولها لكم، عشان كل واحد بيفكر يشتري كاميرا يبقى واخد باله من المعلومه دي كويس. بالنسبه للكاميرات يا شباب، فبتختلف على الموبايلات في حاجات كتير. فاول اختلاف طبعا، والاختلاف اللي هو يعتبر انا عايز الناس كلها تعرفه، ان الموبايلات الرقم بتاعها كل ما بيزيد كل ما بيكون الموبايل افضل وامكانياته اعلى وبيكون احدث تقريبا كمان. زي مثلا موبايل الريلم 6، فالريلم 7 او الريلم 7 بيكون اعلى من الريلم 6 تمام، والريلم 8 او الريلم 8 بيكون اعلى من الريلم 7 ومن الريلم 6. في الكاميرات بتختلف هنا الحكايه تماما. طبعا ما بروجش ابدا لشركه ريلم يا شباب، بديكم بس مثال يا شباب، بس ما بروجش للشركه ولا حاجه. انما بالنسبه للكاميرات فبتختلف كل حاجه، بتختلف الارقام هنا، كل ما بتقل كل ما بتكون الكاميرا احدث وافضل وامكانياتها افضل من الكاميرا اللي قبلها. يعني كاميرا 4000 دي او ال 2000 او ال 4000 دي طبعا بتكون اقل من ال 2000 دي، وكاميرا ال 2000 اقل من ال 800 وهكذا يا شباب. فخلونا بقى نتكلم كده في الكاميرات ونعمل عنها المقارنه. اول حاجه بالنسبه لكاميرا ال 4000 دي او ال 4000 دي، فالكاميرا ديت يا شباب بتيجي طبعا بالكاميرا بتكون العدسه بتاعتها بدقه 18 ميجا بكسل، وكمان بيجي معاها لينس خارجي. اللينس ده تقدر انت توصله بيها، وطبعا اللينس اللي بيجي مع الكاميرا ما بيكونش لينس بروفيشنال، لان طبعا انت ممكن تشتري لينس يطلع لك صور وفيديوهات بجوده اعلى من كده. اللينس اللي بيجي معاه بيكون طبعا من 18 ل 55 مللي، ده بيكون اللينس. طبعا الكاميرا بيكون فيها فلاش، والكاميرا الشاشه بتاعتها 2.7 من 10 بوصه. طبعا امكانيات التوصيل يا صاحبي، فتقدر ان انت توصلها عن طريق وصله يو اس بي بالكمبيوتر، وطبعا فيها واي فاي تقدر ان انت تنقل الفيديوهات عن طريق الواي فاي. ده بالنسبه للمواصفات العموميه للكاميرا. خلونا بقى نتكلم عن المميزات وعن العيوب. اول حاجه يا شباب بالنسبه للمميزات، اول حاجه من ضمن المميزات ان الكاميرا جسمها صغير جدا وكمان خفيف، لانها بتيجي بوزن 436 جرام، فبالتالي الكاميرا بتكون خفيفه جدا وتقدر ان انت تشيلها معاك في كل حته. ده بالنسبه للمواصفات. رقم 2 في المميزات يا شباب، ان انت تقدر توصلها كمان عن طريق الواي فاي او عن طريق اليو اس بي، وطبعا اي كاميرا بيجي فيها يو اس بي، بس طبعا في كاميرات كتير ما بيجيش فيها الواي فاي. ده من ضمن المميزات. برده من ضمن المميزات ان بيجي معاه اللينس طبعا من 18 ل 55 مللي. ومن ضمن المميزات برده يا شباب ان سعر الكاميرا ديت رخيص جدا، او سعرها يعني يناسب الجميع. سعر الكاميرا يا شباب بيكون 4500 لحد طبعا ممكن توصل سعرها لحد 5000 جنيه. فالكاميرا يعني سعرها بيبدا من 4500 لحد 5000 جنيه، كسعر مناسب جدا يا شباب تقدر ان انت تشتري بيه كاميرا وتصور بيها حرفيا. بالنسبه بقى قبل ما نتكلم عن العيوب، فالكاميرا دي كمان بتصور صور فوتوغرافيه بجوده عاليه جدا يا شباب. طبعا الصور اللي هتظهر لكم ديت متصوره بالكاميرا دي تمام كده يا شباب. بالنسبه للفيديو، فالكاميرا بتصور لحد فول اتش دي. تعال نشوف العيوب بتاعه الكاميرا، واللي طبعا يعني هنقارن بينها وبين كاميرا ال 2000 دي، وهيكون في فرق بين الكاميرتين. بالنسبه للعيوب، العيب رقم واحد يا شباب ان الشاشه للاسف مش باللمس او مش تاتش، الشاشه هنا ثابته وكمان مش تاتش، فالتحكم فيها بيكون عن طريق الازرار اللي موجوده في الكاميرا. ده رقم واحد. رقم اتنين يا شباب ان الفوكس ما بتظبطش لوحده، يعني انت لازم يكون الفوكس بتظبط مانوال، يعني لازم يكون في شخص ورا الكاميرا بيصورك وهو اللي بيتحكم في الفوكس.
رقم 3 وان الكاميرا ما فيهاش مدخل للمايك، يعني مش هينفع ان انت توصل فيها مايك خارجي، فبالتالي انت هتضطر ان انت تسجل الصوت في جهاز تاني لوحده، ممكن تسجله على الموبايل او على الكمبيوتر وتدمج الصوت مع الصورة في المونتاج، وده طبعا هيصعب عليك عملية التصوير او المونتاج عموما، يعني هيكون صعب شوية. ده بالنسبة للكاميرا، فالكاميرا ديت الفئة اللي موجهة ليها اكتر هي الناس اللي بتصور فيديوهات يعني مثلا للطبيعة او فيديوهات هم ما بيظهروش فيه او ما بيقدموش فيديوهات على اليوتيوب، وطبعا المصورين الفوتوغرافيين. ولو انت بتصور اعلانات فالكاميرا ديت هتكون مناسبة يعني طبعا الى حد ما، لان الكاميرا ديت يا شباب محتاجة تصوير فيديو يكون قليل جدا، وطبعا هي موجهة اكتر للمصورين الفوتوغرافيين. بما اننا قلنا كل حاجة عن كاميرا الـ 4000 دي فخلونا نتكلم عن الـ 2000 دي. خلونا بقى الوقت نتكلم عن كاميرا الـ 2000 دي. كاميرا الـ 2000 دي بتختلف اطلاقا عن الكاميرا 4000 دي. اول حاجة بالنسبة للمواصفات، اول حاجة وزن الكاميرا شباب بيكون 475 جرام، بتيجي اتقل شوية من كاميرا الـ 4000 دي. بالنسبة للحجم فبيكون اكبر شوية، طبعا اللينس هو نفس اللينس اللي بيجي مع الكاميرا الاولانية، من 18 ل طبعا 55 ملي، 18 ملي حتى 55 ملي، طبعا ده اخر حاجة في اللينس. ده بالنسبة للكاميرا. كمان الكاميرتين بيدعموا بطاقة ذاكرة، تقدر ان انت تدخل فيهم بطاقة ذاكرة، بس طبعا الكاميرات يعتبر متشابهين الى حد ما، بس في مميزات هنشوفها دلوقتي مع بعض موجودة في الالفين دي مش موجودة في الاربعة تلاتة. اول حاجة يا شباب بالنسبة للمميزات واللي هنتكلم عنها، مميزات كاميرا الالفين دي، اول حاجة الشاشة بتكون تاتش، وكمان شاشة متحركة تقدر ان انت تحركها في اي مكان. كمان الفوكس بيشتغل تلقائي، يعني مش محتاج ان حد يقف ورا الكاميرا ويعدل كل حاجة، وكمان ان انت اساسا هتقدر تشوف نفسك اثناء التصوير وتشوف وضعية الحركة المناسبة بالنسبة لك، فده طبعا مميزات كتيرة جدا موجودة في الكاميرا. كمان الكاميرا بيجي فيها مدخل للمايك، هتقدر ان انت توصل المايك خارجي طبعا وتسجل الصوت مع الصورة في نفس الوقت. فالكاميرا دي زي ما قلت ان هي موجهة لفئة اليوتيوبرز او الناس اللي بتصور فيديوهات كتيرة جدا وبتتكلم فيها، فالكاميرا دي هتكون مناسبة جدا. لكن طبعا من ضمن عيوب الكاميرا سعرها الغالي، وطبعا وزنها الاتقل شوية، بس يعتبر الكاميرا ما فيهاش اي عيوب تاني لان الكاميرا كلها مميزات حرفيا. تعال نشوف بالنسبة للسعر، فسعر الكاميرا ديت بيبدأ من 6500 جنيه حتى 7000 جنيه، ده طبعا بيكون سعر الكاميرا. في النهاية يا صاحبي انا من وجهة نظري شايف ان انت لو بتصور فيديوهات خفيفة او فيديوهات انت ما بتتكلمش فيها، وطبعا ولو بتصور كمان صور فوتوغرافية او انت مصور فوتوغرافي، فكاميرا الـ 4000 دي هتكون مناسبة ليك حرفيا يعني لو انت مبتدئ. انما طبعا لو انت محتاج الكاميرا التانية اللي هي الـ 2000 دي، او انت هتصور نفسك لوحدك يعني انت اللي بتصور، فالـ 2000 دي هتكون مناسبة. في النهاية الفرق بين الكاميرتين حوالي 1000 جنيه او 1500، يعني مش مبلغ كبير جدا، وطبعا في النهاية الكاميرتين بيجي معهم نفس العدسة، بس العدسة بتاعت الكاميرا اللي بتيجي ما بتكونش عدسة بروفيشنال، ممكن انت تشتري عدسة بروفيشنال وتبقى الكاميرا معاك احترافية جدا. وفي النهاية يا شباب الكاميرا ما هياش كل حاجة، لان انت ممكن تجيب كاميرا عالية جدا بس اهم حاجة الاضاءة اللي هتصور بيها. طيب كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب. شكرا لكم على المشاهدة، كان معاكم محمد جابر، سلام عليكم.